بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيل ببغى لفرطني كوبات كمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسو جري كتاب الصيام أبواب تولي وقصاب سنيد بالوالبا إن سدح مال مضلق الصومه وهم بلها صون لآن لدقين أي نودن بي حديث كي أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ربيع بن حارث هذا اللي يروم مركا كل من حديث ك فقه جيسي ومسائل كقصاب سنة دول مرة كدبنا أي نوجد من الباب كحجة مسألة اللي وش يجي حديث كقصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن سنين تأو يا خميس تسجون يا أسوة مشري صون كسنين تيا خميس تا معنا إيه وذاقان النبي كل لينا واتشرا وأنا إيمان دونا سنن كانوا قد قصوا مرتين ونبي ورن جري عليه الصلاه والسلام خميس تي اسنين تو ولبا مالمود او الله سبحانه وتعالى ادومدا اعماشده لو كرييلو وحانا جعلها انو سو من عملك الله ان لو بندغو او الله لو غييو تاس marka waa ila ay labadaba wadaagaan weeye waxa uu goonida yoom al ithniina wa hadithku intu sheegay wa maalinki anagu aan dhashay wa maalinki waxyiga quraanka leegu soo dajiyay hadith ibn abbas inda ahmad asagu تفصيل كا كبدن با كجيرا يوم الاثنين وحو شيخ ابن عباس انو يهي مالك النبي قد دشه عليه الصلاه والسلام حق انو يهي مالنت سنت اي تاي مالك النبي نبي لغا دغوي وا نبي افي مالك النبي لغا دغاي لو وحيود انو اها وحو كلو شيغي ان اي سنين تو اهيد مالك النبي مكه كهجرودي اي مدينه او هجرودي سدو كلي سنين تو وحاي اهيد مالك النبي مدينه غالاي باي اهيد sidoo kale waxay ahayd maalinkii xajrul aswad markay quraysh ku khilaafeen cid dhig lahayd meesheeda meeshiisa dhig lahayd maalinka nabiga lagu wareejiyay nabigu intuu qaaday oo meeshiisa saaray bay ahayd maalinka nabigu geeriyoodana waa ahayd isniintu marka maalin saa u tacdaaran oo sidaa u tilmaamay inuu yahay xadiidka ibn abbas uu sheegay inta ahmed uu qad tafarrada bihi xagga masaladii ku saabsanayd isnaadiga ahayd ee xadiithiga ahayd ee abi qatada ardaygiisa abdullah ibn ma'bad az-zimani كساب سنيد وحبذا كسي نقول ما إنه حديث كسيد الراجحة وحديث صحيحة احتج به مسلم وكذلك النسائي في السنن الصغرى كبرها نوكي كويري هذا أجود حديث عندي في هذا الباب ترمذنا وكي تحسيني كذلك الحافظ ابن عبد البر قمهيت كمرك وهو شفافاهي أدنى أشر حي وحيري وصحيح من حديث أبي قتادة عن وجوه مر لباد حلو حديث حسن صحيح كدبنا ولي طريق الشعب أي شيء ابن دحية الكلب كتاب كيسا العالم المشهور في فوائد فضل الأيام والشهور مجلد كلبات سبحة سيدات بغل التطبات يلح وحقو الشيء إنه يجي وحديث صحيح عند أهل النقل حديث صحيح عند أهل النقل رقب ضمه مركة صحية الطبري كمدية حديث كأبو جعفر الطبري طحاوي وأسقنا يجي مركة أرقني عبد الله بن معبد الزماني حفاظ أي مدى حديثك قاطي إيه سعثيي إن وحبك كشيجين وحنكو قصبنا إن اعتمادنا حديثكم إنه صحيح وجي هاي شرح المسكر كل شيء أصو ترمذي النسائي من خزيمة بن حبان بغوي ابن عبد البر أصو الكاس وصو الله مري وحيس الرع ذا قد يد السماع قد يد السماع أحد كيوه الرئي أي السماع كمر مي عبد الله من معبد الزمان عن أبي قتادة كمر مي والإمام البخاري أبو عبد الله لبا ريبان لغسو غوريا في تاريخ الكبير يا تاريخ الاوسط او صغير كان ودا يكون اطلاقا سدا صواب كان هو الاوسط ان ليلاده في عن من صغير ببسكي لهدان مساله دقيقه جرتو باهن مركا مصطلح مريس ان كلا قادان نينك امامك انه ديدو او انفيو سماعه او فلان لم يسمع من فلان ومساله انه يلاهدو لم يذكر سماعا من ابي فلان او من فلان ومساله انه يلاهدو لا نعرف له سماعا ومسأله صدح هذا مسأله والله كلا قادة منا وغير مجزوم منا ومجزوم مثل أنت بدن خطرت حديث الوعي اللي ومركي إنك حافظك مطلع ناقدك أويد هذا إمامك كالبخاري ونحوه أي هذان لم يسمع من فلان لم يسمع من فلان لكن مركو يد هذا لم يذكر سماعا من أبي قتادة أما لا نعرف له سماعا من أبي قتادة وكلمك هو سيس حق الدرجة يقوة تي هو رأيت نفيجي مجزوم كاوي كلا دوين بخاري وذات كان مركو كهلا تاريخ ذا وحكوي من لبا
رواية لسوقورية لبن نسقوك لدوان طبعا وحاكو قرن لا يعرف له سماع من أبي قتادة طبعا وحاكو قرن مدى معالم اليماني أو تحقيجيانا لا نعرف له سماعا من أبي قتادة وطريخ الكبير أما الوسطى أو الأوسط أو الصغير أيضو يكفي عنه وحولي لم يذكر سماعا من أبي قتادة عبد الله بن معبد الزماني أسوق موسى شيقين سماع إذن بخاري لا يجزم عدم سماع الزماني عن أبي قتادة مجز من مالك ومجز من لك احتمالك أيو فري صادرت ذهبي وليه رضا وحولي ديوانك سمرك هذا البخاري كان لا يضره إن هذا أغين سماع سمين أبي لا يضره قد احتج به مصمو أبي عوان ولي كآخره كرتان سيدوك لي أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل وحاموقنا إذا ظاهر الترجمة إنه قبو سماع الزماني عن أبي قتادة وقد صرح به الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق كآخره سمع أبا قتادة وروى عن أبي هريرة سيدا سوليه روى عن أبي هريرة وسمع من أبي قتادة مركا قد يض وقد يضى وحيوك بدون وهي مركا كسي مشغول ما هي متابعة للمتابعي وإياس بن حرملة الشيباننا وإن صوم الري لبضى بمركا بخاري حقوق ماشا إنه كنت شدو حموقنا سنين كان ضمبين متابعين وحيوري لا نعرف الله وسمعنا صونا من أبي قتادة لبضى بوحور ربائنه والكاس لمرو وحير راعة نين كان زماني وأنساري عبد الله بن معبد الزماني وأنساري أبي قتادنا وأنساري وضد أهلا نين كان أبو قتادة سيد الراجحة وحور انتي بين 60 و50 حافظكم وحور رجحي كنتني شنتي إنو قيري أما كنتني أفرت زماننا قبل 100 انتي مركوا تابعي من أوصاد التابعين صغار تضمها إن لم يكون هدون كبار تقلنا أوصاد وقال يا قتادة وحكورية ثاب من أصل البناني وحكورية تابعين بأساق وحققاته مركا سماعي علوم عديين لقاقوا ومحتملة ومشي للمعاصرة ينكن مدلسين وحجرحين مجر لا يعرف عن إمام من أمة الجرح أنه ضعفه أو جرحه أو قدح فيه بخاري ويريكالية لا نعرف له سماعا صدرت يد ابن عدي مركو كان كامل كيسة وحكلا مشيقين بخاري وركيس بس كان وانا كتغي كذلك العقيل في ضعفاء سيدوك لإنت أسكليه كيرين صدرت يد بان نسائي إيو حفاظ فربضان أي مرين ثقية هاي نكاس ثقية هاي جبل حافظة صادر تذنب حور واثقة جليل حافظ القاس والله مري مركا انتاس إنا براروجيان ربي مركا مسلم اختيار كيسة أيام مركا هذا نقل حيوك بدن ما دام احتمال كنا واقع ظاهري هاي احتمال اللقاء ظاهر اللقاء ظاهري هاي نكون مدلس هاي ثقنا هاي علومنا أي تصريحية بإنو سماع السوغين هاي ساسا مركو او اركينا انه حديثك سوغان يعني نسائي وحو جيستي حديثك في الصغرى في الصغرى بحثي غديره كو جيره كبره مكه لغا تغو مركا حديثك صحيح عند اهل السنن ومسلم ابي عوان هدا واسك تابع طريقا هدا ما حي رعى ومسلم دورتي واصح الطرق للحديث لانه حالسكم ما ضافي غيلان اختلف الرواه على غيلان ابن جرير الأزدي عن معبد حديثكم من حديث من مسند أبي قتادة مسوى من مسند عمر والرواية بوحي تلماما يعني عن أبي قتادة عن عمر صوابكنا حديثكم من مسند أبي قتادة عمر ناقص هذا كل حتى من حديثك أي ولي هو أنك النبي سؤالها ويديني كذا النبي سؤالها ويديني حفاظ ورانا مركو حي رجع عن طريقة مسمو دورتي أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي دار قلنا صدحك ورقصه النقضي مزي حافنا كثير ابن حجر في المطالب ذهبي كل قد كذلك النسائي كذلك الترمذي كل قد حي رجح أيان طريقة مسلم ودورتي رجح أيان باب صوم سر الشعبان وحبابي حديث كان إن حديث كوريلا الراعي وعمران أحاديث هالما لغو جمعي يا كفي عنيد وحي مقنس من حيث مركة الترتيب الفني الرائع مسلم لغوية قاني حديث كهوري حالي أن صوم عمران بن حسين من طريق غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران إن حقوق هر مري إن هر مري وبأي موقنيس لكن نسخه سيدا باقوت مد بيليهن حديثك هل كانوا لها طرق اسم المسلم كل جمعي هل ما لكو كان طبعي أنا مسلم ما لها إن حديث كلية وفي بابين كسع العليو ما لها رقن كاس
باب صوم سرر شعبان. شعبان طبعا يا قيد صوم كذب وبابي. حدثنا هداب بن خالد هدبنا والا إلى هذا. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم بن عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير ولم أفهم مطرفا من هداب ولم أفهم ما نقول إن من قب النب مسلم يجي مطرفا أي ذكر المطرف في السند من هداب شيخي هداب بن خالد هدب بن خالد نوال إلى هذا ما أنا كم كم قبل نبر ما قاعد سمعنا وما قبل أنت أصغر ربائنه كوشه لكن إنه مطرف ماشي كجري يا كوشه الشيوخ كلام كقبطيوي لكن روايتي عن هداب بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف مركو الشيخ النوير حديث كعند الإملاء والتحديث سفي عن أقام قوانين مقعة أما إرقى مطرف يعني من رب ضنب هذا هذا الشيخ غرفة لي وحكده جيسانة إريدي سميت كم إذا كالب لي أما سيسرق فكوم مريا كدبنا شيخ كالباد كالصحان إذا ما أرضي كلاكو صحا يومشكو لفدي ولم أفهم أنا نفهمين بوري مطرفا من هداب بن خالد ما أنا كفى من مركز إيتبيني سفي عن مقعاس ومقبن عن عمران بن حسين الخزاعي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال له نبي عمران كيدي أو لآخر السحابك لو كيدي أصمت من سوري شعبان ما صنتي شعبان دبيا قديس وحمك صنتي قال لا ما يوري السحابك قال فإذا أفطرت من رمضان فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين من تمرب ذنبا لقوياه وانا قرآن كنا وكتم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا واختار موسى من قومه من قومه 70 رجلا طيب فإذا أفطرت من رمضان ما كان رمضان كأفرته فصم يومين لما مال موصون أو مركا بشي ضوايا قد شعبان أذكتك تماهين ونبق وأتكين يابا لقوليه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون الواسطي عن الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء أبي العلاء واسمه ويزيد بن عبد الله بن الشخير وأنه مطرف أذي رؤية هاي أبي العلاء واسمه ويزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف مطرف بكورنا يا مركع عفوا ومطرف هو ولالكي أبي العلاء مطرف هو ولالو مطرف بن عبد الله بن الشخير وكان ويزيد بن عبد الله بن الشخير والله ولالا ورواية أخ عن أخيه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حكي لي هل صمت من سرر هذا الشهر سرر يسرار يسرر بإن لآخر حالة ندين سوى الشيء ومن طبيا قضى الشيء طيب هذه السرر اللي لهذا وبرتمها الشيء بشا برتن كذا وأيام البيت مركا كوب بيقمية أما طبيا قضى بشا رمات كل باتني سيديا دي سقال كي صدن كأه انتبه قال وحور السحابي قال الله وحبك مسوا بالنبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان رمضان ما كانت كفر كاف كفر أفرت عفوا وضم يسوف صوم يومين لما الموتون مكانه مكان السرري أو السرري أو السراري طيب مركين النبي أتكين يقول والبطبا يا قد إذا إن لصومه نمنا وحيلين وحل أجدا وقفك أي سنسور الجلين إن بشر النايد با بشر نايد با إنه صومه صدح بروك الصوم أول كبشة أو مسورة قلين برتمه أو مسورة قلين لكن ها بحوار كبشة سيرة مانيس مركا محاطة سمين وطبق وصنيس صدح بروك قدام بيس إيه تقارسين ومعنه ساس وإجي ذا بشة آخر كذي مصر أنت أول كذي وقصور دعفية مايا مكا رمضان بهذا اللي قد شرائي مكا رمضان كذا لما يسو صوصون معناها إن ليدا ذو أيوه وناكسن تايسين لو قبحو بشي كإيمان أي إن رمضان لقى له هرمانين بصوم يوم أو يومين أول اللي يدعو ننك بيش شعبان وحكا السوم واي إيسو إسكاق قدين أيوه ونارك بيشو قبا قبا وحاوانا أكسن سدح لبري قدن بيش إنو سونك كقرسي وحديث كان عمران لوحو جيستو هدو سنسا أقيم بضنين وفضي يسو بنان كأولين نبي مرده هيد مكت رمضان رميس سوق الله حدثنا محمد المثنى بن موسى البصري قال حدثنا محمد جعفر غندر الهذلي عن حدثنا شعبان الحجاج عن ابن أخي مطرف عن ابن أخي مطرف بن شخير وعبد الله ابن هاني ابن عبد الله باليلة ننكروا أدير وياي ننكروا أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن شخير مطرف ولا لي آية ويل كنا وويل مطرف أدير وياي ومقعس الليل هذا عبد الله بن هاني ابن عبد الله
عن ابن أخي مطرف ابن شخير مطرف الشخير وللك ويلكي سيبو كتبنا يا شعبة قال وحوري ويلكاسي سمعت مطرفا أو أدركي أه أي سمعت عمي مطرفا بكذا قلت يحدث عن عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من صورة هذا الشهر ما صنتي بشن طبيا قد هذا الشيء وحمك صنت يعني شعبان النبي قلت قال وحول السحابي قال لا نبي الله مسه من قال فقال له حكوي إذا أفطرت رمضان أي من رمضان من تبه هذا القرآن مكث رمضان أفرطه أو ضميسو فصوم يوما مال إنسان أو يومين لما مال موثون بشسون الآن هدقين شعبة الذي شك فيه شعبة كشكي فصوم يوما أو يومين وذا دي هورانا ما شكينين فصوم يومين مكانه أي أورنجر إيرها يعني شعبنا وشكاك في الأسانيد وفي حتى وفي المتون مركة قاركوت وأظنه وحان أم لين بود قال شعب وحور قال شعب وأظنه قال يومين وحان أم لين إياه إنه يومين يومين شكي إساس مليه سنة وملا يقين ويذكر عديي وحدثني محمد بن قدامة السلمي ويحيى ابن محمد اللؤلؤي قال أخبرنا النضر ابن شميل المحدث اللغوي المازني أخبرنا شعب بن الحجاج حدثنا عبد الله ابن هاني ابن أخي مطرف عبد الله ابن هاني هذا مجعي لكن هرانا روايته هري شعبنا وحي أهيت من طريق محمد جعفر غندر عن ابن أخي مطرف فقط ومجعي سيابه بل مشي غينين رواية ضم مركة النضر عن شعبه أيا عضي سينه لكم مجعي سيابه عبد الله ابن هاني ابن أخي مطرف فذا الإسناد بمثله فذكر وحوش النظر بمثله مثل حديث وحوش غندر وكلوش إذن مركز هذا اللي يقول إنك بيشا وحكى لسك السومي واي أي صدا أي كل دافته هذا وقصت بيش شعبان قيمها بطنية النبي قاعد السومي تشيرينا واتكو لح ترتان وطبعا كده رواية دافية لباطن قدن بي بل هلا الصوم وحي لقى قاري كرو باب فضي صوم المحرم بش محرم صوم فضي كجر باب ياي بش محرم الزكاة فضي إن لا صوم كجرة أيو خسيا باب كني حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل من لطيف إسنادي إنك حميد بن عبد الرحمن الحميري أصغوا لم يروي ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث فقط عن أبي هريرة حديث أوريو وأبو رؤكاقات وحديث كان كلية في الصحيحين نمام بابا حتى كمرمة إن حميد بن عبد الرحمن كتر في صحيح البخاري عن أبي رؤى أصغي حتى الرقبة كمرمة لكن سيدا راجحة لا حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ما هي وحميد بن عبد الرحمن الحميري لو حميد باجرته كلاهما يروي عن ابي هريره تابعي خصائص ولبا خواص ابو هريره ويلا بضبا لكن المشهور في الروايه عن ابي هريره وحوي كبدا كتبت ستدا وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من كان لكن سند كدعاي وحميد بن عبد الرحمن الحميري هل كان حديث بونا كقاتا أبي هريرة في الصحيحين رواية الأولى لكن ليس له في البخاري ولا في مسلم عن أبي هريرة فقط إلا هذا أما مسلم أفر حديث بكله أفر حديث بكله يا هاي قال الدونتان حميد الحميري لكن وحو أبو هريرة كقاضني وأن كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صومتك أفض بدن بعد رمضان قداشي شهر الله المحرم بل لا صومه رمضان كذب وبش محرم كفض بدن مجرته وأفضل الصلاة صلاة مطلقة مد أفض بدن وحوي بعد الفريضة صلاة واجب كذب صلاة الليل صلاة ذهبين كالتو كذوي إشكال بامرك هل كإيمان يو نبي محمد عليه الصلاة والسلام بش شعبان باسون كي سؤبتنا هل كان وحاتا الله بالله صومه رمضان دبدي او بش زكا كفض بدن ما يجرتو محرم صوم كذا النبي ما بدين شيرين محاي محاكيني رايي علوم الشيخين اراد الشيخين محاي لحق بدن رايي ورانيا نبي مشغول بعد دافن شيرين مشغول ايا دافن شيرين كان لا يتمكن
مسؤوليات كسارة هوله سفردي هل جنكي أمضي وحبريد ديدي مر بضم بين كوس ورجلينين صادات الطلبات العلمي قيبا كميد وحلقية با إن قرآن آخر سكو كوية راضو مركا قاركو وصون كوية راضو علمي قبرشيد سوقت يكون بحيان درتي يا ظروف تمركا هاي ساتا مركا علمي قبرشيد يسانا كفض بضان صون كان سنة أيو صلاة سنة بإجماع أهل القبلة لأنه علم قبر الشرع هو واجب أما هو فرض عين عليك أما فرض كفاية ويأسق كان هو سنة فرض الكفايات والعيان ويكفض بدن تيسيدة أصل بالإجماع من الاستثناء القليل المويني سنة هو كفض بدن تيسيدة جابع بار إنكو الرياء وشاكاه الله إياها وحاد إجماع مدون سوقوري واقد من وابل عدي يبا مركا مشغول جري أوغي بالنبي قوغتك جري لكن إنو فضي بدن يأسق عدي كدبنا شعبان بو نبي وكور رسن جري شعبان مكلا ويدينا وكيري وبالله المامو بالله المامو وحاو دحيس الرجب ايو رمضان رجب اشهر الحرم كترسن وسلو وين ايو ايو رمضان هدي علوس باي دحوض كل برسن تهايو اشا كدوشا مركا ميلها دوتكو مركي حليدا دوتكو ربي اهل ماما اما غفلوا اي بدن تهاي ادوكو ربي غاينا الحسوستو كوي رحوض حسوستو way ka qiimo badan tahay xilliyaha kale xilliga dadku jiifaan xilliga salmaansan yihiin xilliga burdudamayaan rabbigaadu inaad xusuusato fadigooni ku jira salaatul layl kaasna waynaga xal soo maray in lagu murmay rawaatibta iyo ayagu keeba fadi badan jumuuraha ilmu waxay qabaan rawaatibta ka horeysa sunnooyin ee salaadaha ama ka dambaysa ayaa ka fadi badan salaatul layl ka mutlaqa ah ساس الجمهور تمارين نووي يا جماعه من الشافعين وحي الرجحين صلاه الليل با افضل اه او رواتب الظهر كالراعده كوا كدنبيه كوا كهريه الصبح عصر كمغرب كعشاء كل وحقفض بدن صلاه الليل بنفس الحديث حديث كنس ظاهر كيس يكون داقين ساس مركا يغوا اركين لكن جمهور اهل العلم اني سيدا قبان ابن رجب سوقوري وحوري فان الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض سيدو ضبا فرائشة وحيابها الراعي كبا ياما كضم بي ياما كهرية من دانقون إليهم في الشريعة كليهين ويكم بضيهين فضق يثوابك يأجر كما لها كلي لطائف المعارف سبحانه سديتان يتضبا يوكسو قرشاء سو نو سو حولي هاي والأول أقوى وأوفق الحديث إن صلاة الليل كلا فضله أي حق بدن حديث كان وافق سن حديث كان وافق سن باب استحباب صوم ستة أيام من شوال عفوا اتباعا لرمضان وحبان كبود حديث ضمبا ما كتبه وحدث زهد بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن محمد بن منتشر الهمداني عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يرفعه اسوغو كوري لي حديث كنبي قارسين قال وحول صحابه سئل نبي وحال ودي اي الصلاه افضل بعد المكتوبه صلاه يبا افض بدن مد الا فرض يلو ان المسلمين تلقوا قري كدب واي الصيام افضل صوم كيبا افض بدن نبي الله بعد شهر رمضان بيش رمضان كدب فقال نبي وحول افضل الصلاه بعد الصلاة المكتوبة صلاة من دوفد بن وحوي صلاة لا فرض عليه كذب الصلاة في جوف الليل تكشد لا تكذو هبين كبر تنكسي علوش زي معدي سو نسك ضنباء وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم صون لصومه بشهر رمضان كذبنا وحأفض بضن صونك بشا إلهي محرم حديثكو ظاهر بوكوية هاي إن سننكو أي أفضل بدينهين صلاة الليلكو لكن حديث خاص كي كنت من المقيدة رواتب تفضي شيء أي يلغو قيدية وحد عند الجمهور وي أما عند جماعة من الشافعية وبغوا كمدية هاي نووا كمدية هاي نك أبو المحاسن الروياني قفال الشاشي هل كأي مرين وجه من عند الشافعية وي نووا نواحو جياء سو وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي بن الوليد الجعفي اذكر من سو شيغي مركان مريني ان حسين بن علي الجعفي اكثر الروايه عن زائده اسي معاويه بن عمرو مركز خلافين ان لابد ما لك الرجح كرين او لمنه امام يهين كلاهما يروي عن زائده بكثره
وانا من خواصي اصحابه من خاصه اصحابي والبا يوم القرائن قالوا كان رجح يد خلافات عن زايد بن قدامه الثقفي ابو السلت عن عبد الملك بن عمير مركز زايده ومتابعين وذات جرير انت سكربه بهذا الاسناد في ذكر الصيام عن النبي بمثله صوم كشيق ديسه اي النبي كوريه بمثل حديثي جرير بووريه نك زايده عن عبد الملك كوريه اما صلاه موسى شيق بوت الماء مسلم باب استحباب صوم سته ايام من شوال اتباع لرمضان وحباب هي تعيلك الله تعالي شرعا لحما المود إن لا صومه بش الشوال لقى الصومه أيضا الراعين ولا دبق لنا بش رمضان رمضان ما كان لقى أفره أن عيد يسنه وحي قدم بي مالك عيد قدم بي إن لا الصوم يكره أرنك أسقى مركة ورأي جمهور أهل العلم سيدا راجحة جمهور العلم أما ماذا يبتحق قد الله في ريو أبو حنيفية مالك بديدي شافعي أحمد يسعان وحيدا وصنه أيه وحيدا وصنه أبو حنيفة سوي حوري إن رمضان مكة لقى أفره لحتى شوال قال الله صوم وكراه مالك نوحوي لموطئ صوم مرتين لحتى شوال إن الله صوم ورمضان لحمة المدلقة دبقية سيدة هذا إنه إن أصوم إن آذوا قد ذاله حنابلة دي شافعية دي أهل الحديث كبضن كوطبة أحمد يحول مالك في موطئه وحلو ماذا كمدعة أصوم جريمان أرقبه ولو كراهي سنجرين بدعدي سين كبقي جرين وين كفقان جرين ايوه كبق هاي عامضوا لحنا مال موت انا اوقات انا تهاي واجب رمضان كوكلا الكاس مالك لمر بدعو كل دوي لحنا شوال كيكون نفطات كقب حساب وركوز فانتين بيلتا غيره سيدا عمرك مالك مري يا ابو حنيفه ولا حوك بدن ياي ابن عبد البر وحوله وحديث مدني لم يبلغ مالكا والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه سؤال قصر الله مري ومنصف من عبد المر وعلى البخاري الأندلس بالي يعني مركو أبشاكها الله على كلام في مسائل اعتقادية ومسائل معوها أصولية أيضا لكن فنق حديثك هو متمكن وهي أصوح حول احتمال بعد عكرت إن مالك حديثك أصوك جاري لكن وأوجدت جاي مصلحة شرعية درتيضة وكبقي إن عامضه وقضاته إن لحظة مع المض شوال لينك الراعي صون راعي وايا لحظة شوال صون كراعي وايا إنه واجب كتجي صدرت عامضه إنه هذا مركي كو أركان لحظة شوال هذا أفرون إسكش عبها ويكو قنصنية سومالي ذا سومالي دارك لحظة شوالك ولما أضمن مية مايا ويكو لي يابي وحمالك بقى يباتك اسكي الى ليها وشا ايضا مركا انو طاك بقى وحدك وسوء قاره لانو وحدك ومدني وادعي كرتا ويوري وحال سوء قوري وابن ما جشون يا جماعة من اصحابه اي سوء قوري انه كان يصوم في نفسه مالك انو سوء قوري لحنا شوال اسوء مجرى بيسوء قرشين لكن هوشان لغو الضادان هيا لموشين هيا لغو سنك اللغو حرا هيا بشا رمضان ايو قنصدي وهذا سيداس احتمال كوارد بل وحكى له احتمالا ان حديثكم مالك اصلا مقلبا ومحاسي وقرص وحديث مدني لم يبلغ مالكا والاحاطه بعلم الخاصه لا سبيل اليه ورنتي الامام ابن تيميه قال كتاب ربع الملام كاخريه اي ماذا حديثك قرصومين ابن حزم باكوقر كتاب جونئه احاديث صحيحه شافعي كقرصونتي مد احمد كتغي مد ابو حنيفه كتغي مد مالك وحيقول احاديث بطنا مالك يو يا ابو حنيف وحيقول رون احمد يو شافعي الى اي ولد الى هذين احمد اسوى حديثه كتغي وصحيح عن حزم مكيني في كتابه كتابك هو مفقود ما هين ذهبيه وحاشيه من غير العيد باشيه وسوقوري كتابك يا رجل مذا حديث صحيح موسى شيغن اللي ابن حزم وذاهري على طريقة الأصوليين بوحق جرحية كنا كتصحية يصحح ويضعف على طريقة الأصوليين والمتكلمين طيب مركة تاسي لبدا احتمال بوارد النقدين أما حديث كان تصحيف بعد قلوك وذلك أبو بكر الصوي لأرنجل ومان حديث يلي مجلس إملاء مركة تاسي وحو آخرين من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال
ثم أتبعه شيئا من شوال مركة طرائف تصعيفك مركة لمرية لغترية باب كان مركة جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وحيقبان سيدا حديثك وتلمامي دونه إنه يهي بل حديثك مركة أندريرين وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد البغلاني وعلي بن حجر بن إياس السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر بن كثير بن أبي كثير الزرق الأنساري عن إسماعيل قال ابن أيوب يحيى وحوي إلى صقو حدثنا إسماعيل بن جعفر بلوه إسماعيل بسك ما قاب سنين وذا كلام باء عن إسماعيل إسكيري أخبرني سعد بن سعيد بن قيس الأنساري سعد بن سعيد بن قيس الأنساري ووذات لسكو خلافي ومختلف فيه مضعيف با من سوانين ثقال لسكو هيا أحمد بن حنبل وحوجي ضعيف الحديث الإمام أحمد بن حنبل وحوجي كان ضعيف الحديث نسائنا وحوجي ليس بالقوي ابن معين وحوجي أبو زكريا وصالح الحديث مرنا وحوجي سعد بن سعيد ابن قيس ثقة دار قدنا وحوجي أصوم ليس به بأس ابن سعد في الطبقات كان ثقة قليل الحديث ابن عدي مركو ترجمة استوى حديث الصبري وحور وقوة إن كان السجع استشهد بالبخاري في صحيح واحتج به في الأدب المفرد نكون حجيز تنك بخاري في الأدب مسألة يقر صوت به دواعا أكتاب كأخر من يجي هذا المفرد كالإمام الإمام البخاري كماك في الأدب المفرد إلا ما ثبت عنه إلا ما ثبت عنده عفوا سجع عدي حديثا أسكتيزا كسو قنين وحسنا أو صحيحا كما كينو صدرت يد رقا وكحو جيستو في أدبه كحو جيستو لمد ماءها رقا يصونا كحو جيستان ساكو حق بدا إلا بخاري نوردك موائر يا دونك أما لا بفه لها يبا ننكا مركوا من رجال البخاري في الاستشهاد لكن احتج به في الأدب المفرد أهل السنن كنا يقولوا وي حجيستان حديث يسوى وي حجيستان باب الشواهد خاصة مكم مري نين كان بخاري في التاريخ الكبير بقش يقول ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا رقق نين كدن بيو جرحي نين كورين وو جرحي أصغانا وكتغي إنو مركا نين سيلي تأكتيس آهين بام موقانا يسا ابن حجر سوي حوري إنو حقو إسرافي بان واركاي وحوري وصدوق سيء الحفظ صدوق في دينه وعدالته وي. أما حق الضبط سيء الحفظ وأنا ضعيف وصوق جزمي ذهب إغلافي عن ذهب وحوري تابعي حسن الحديث مرنا وحوري صدوق مرنا وحوري أحد الثقات مرنا وحوري فيه لين فيه لين إن بضم باين ذهب وأدق أحكاما من حجر في خاصة رجاله ستة رجاله ستة مكة لما ريوه ذهب كدقيق سن أحكام سوى البؤو يلحفتك سوى البؤو الدالو ذهب القمقارو هوشان أيضا محايا إلي علمك الشيخ سمزي بود حلي مزنا وحوى أعلم الناس بالرجال الكتب الستة على الإطلاق ذهب الله كأسوه سيد الشيخ سماه هين موسوع كلوها كل من روي عنه وروى الحديث ذهب حكوها صاحب استقراء أما نينك المزي أبو الحجاج المزي وحاوي ومتخصص في رجالي كتب الستة نوال بأنتو وريو ميشو كو وريو ميشو رعوه نيل كلا مدى لما أرد مركة ذهب هذا الكساء إلافي عن نينك مركة سو قابنه سدح نينو ولا لا أوي سعد بن سعيد بن قيس إيه عبد رب بن سعيد بن قيس إيه حمد سعيد بن قيس وسدح ويل ولا لا نينو إمام جبل إن لقاه الله لما أقرأ جاوز القنطرة ويحيى بن سعيد الأنساري نينك أتقرن إذا حديث علماء ورين جريت قرن إذا نكتب الوريقي نينك أسوق الله قبها اللي كرابة لا يسأل عنه عبد ربي بن سعيد راجع وانين ثقة وذات كنا ومختلف فيه مختلف فيه مركي بن معين إيو أحمد بافود سوق لي ابن سعد إيو ابن سعد ابن عدي ابن معين إيو دار قدني أيقو حي مرين ننثقاء هاي بن مرين ابن معين قدر أحمد إيو النسائي نهل كاسا إلا مرين حديث كاسا هو لغو متابعي رقبا باكو راعي أو صفوان ابن سليم باكو متابعي ولا لك عبد رب ابن سعيد باكو متابعي يا ابن سعيد لفت سوى لغوري يا حديثك على كلام في ذلك زيد من أسلم با متابعي يا محمد بن عمرو على اختلاف في ذلك وأنه قاعد متابعاتك أحمد بن حنبل
هام كاسنا برجومين بين حالي مركا حديثك أن مري إني أبو قتادة هذا كان أحمد كيد حديثك أبي أيوب أيان حق أرري وحديثك أحمد مرنا موقوف ويلي مرنا أولي وقد روي عن رسول الله من ثلاثة أوجه وحديث كان أبي أيوب هذا أنه هينيه ما هين حديثك أبي قتادة ما هين قضية مركا برجوي مناسبوي. حدثنا عفوا عن سعد ابن سعيد بن قيس نينك هدو ثقية هينة أو على رأي وورلا قرتوي هدوسا ثقاء هين مسلم حيوح جيسنية من باب الانتقاء من حديث الرجل ضعيف وقاعدة الله يقان البخاري باستعماله جميع أهل النقد والجرح ونبا استعماله أهل العلم ونبا استعماله نينك لأغاذه بقرائن وسياقات وأصول وتطبع لأحاديثه وصبر لمروياته أياه حلونا حديث كان وحي حفظيوي إنه حديث كان يري هاي بلغو أغادا إنه فضائل الأعمال كل سابسان هاي إنه قصوته مدده أنك يرين أيه وحو سنك قوينين رواد رواد كقاتون إسخلافين وحبضان بلغو أغادا إنك راوغا ضبطيس حفاظه وحي جرحيان ويكاه الله نمان إسان سوقان ولغو إنا إسارك سيكو أغادا إنك أنه ثقية معدلية إنه حافظ ضابط وحي دبقليان مرويات كيس وحو وريو أرضاق كقا تقاب كعوقاتا سيالس كوكو ما ندافو سوس كوكو لو قدودو هولا سالة فيرني أصوش الله فيرني سو غير كو خلافا موافقو مناكير ينو وريو ينو مفاري لدقاقو ينو رويو مضا دح سعودو وحبضان باي قيمين كدب بيسو صار ينين كاسي وانين فاهم أبضا فاهم ويضابط كلي. عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أيوب الأنساري خالد بن زيد الأنساري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان رمضان إنك صومه ثم أتبعه راعية ستا لحو من شوال بس شوال كميدة ستة أيام من شوال مرضان ما المهي للشيقين عدد كطانا ولقاقوا يوان لقليا ويبنان تلبضبا ثلاثة بالتاء يقول للعشرة في أحد في عد ما أحد مذكرة خلاصة حوجة ذا وأمرك وشيقين هاي مذكركو لفظ مركو الشيخين يهوي أون لنا هاي ستة أيام هذا ما المهو الشيخ إلا ما المهو هو مذكر مركو أو الشيخين مركها ستة محد قلن ليسا تأبد قلن ثلاثة بالتاي قل للعشرة في عد ما أحد مذكرة أساقا بعضين من مالك مكو سيوضو مدك مؤنثك حقيقي جاي مدك مجازي جاي تذكيرك حقيقي مدك مجازي جاي مركو الشيخين يهي معدودك مركو الشيخين أصابك لقادي دونا أخرية هنا مركب ما دام مالمي ان لا شيغين محافي عين ليدادو ستن او تاد لوغويو الا جلينا واي بنانت هاي يجوز الوجهان ثم اتبع الراعيه ستن لح راعيه من شوال كان نينكا و خو نوقنيا سونكيسي كسيام الدهر سنه كن اسقو صوم اسقو صوم بشهر رمضان و خو حي لقدي ها طوبن بلود طوبن بلود بلا قيسا لح برينا مال بخو لقهايا طبعاً مالموت لو يبلغ صور دم يقيم مالموت بهاي لحذن إذن طبعاً كل حكور فادي لحذن سكور دم ماتوا وحاط صوت بيل رمضان وصدنا يلح بريو الشوالة سنة دم ما يسترين أصلاً تيكا دقان تاي سيوكا دقان تاي رمضان بيل بوهاي والحسنة بعشرة أمثالها بيل كور فوق طبعاً كذي صدن كذي بري مال وحاط كور فتا طبعاً إذن طبعاً بلوت باتكتي عزوهاري لابا بلوت باسانتك كسوهاري سانتك ميقا بلوت بوها لابية طبعاً لابا بلوت ولحذن مالموت لحذة برية صونتين مالك صحيو ديغان تا طبعاً مالموت وإسلاقين مركا وإسلاقين. وحدثنا ابن نمير بحديك النوت بي حدثنا أبي سند كور إسكو قادة هذا سند كور وحوها من طريقه إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس الأنساري مطابع اللبات عبد الله بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أخبرنا عمر بن ثابت الخزرجي أخبرنا أبو أيوب الأنساري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله أصول المغلي سند مطابع صدحات. وحدثنا وحكوا لحديث النوت تبيه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك وصونا متابعين يا صاحبتي ابن نمير إيوه إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت بن حارث الخزرج قال سمعت أبا أيوب
أخبرنا أبو أيوب يا سمعت أبا أيوب لبدا متابعة هوش كتمت كي هوري إسماعيل كما جرينو عن أبي أيوب بوها يقول قال رسول الله فذكر بمثله ذكر وحوش ابن المبارك بمثله حديث كامركة وحديث صحيح حسد الراجحة والسكو خلافي وخلاف علوس باكتشرة ننكوه الرئي ضعيفي انتان كو رقبو وابن دحية الكلب ابن دحية الكلب ننك كور دير رذي ابن دحية الكلب ذو النصبي ننكو كفا انتم جير لبن نصب هو يدين أبتر كيقو النبي وقلابو أباهن النبي وقلابو رنجر ومركة ذو النصبين بكو قرطة كتب تيسا ننحافظه لغوي وأديبة ولكن حيوو وحالقو تهما هول هذا أنا شيء ونسكا قاب سنين ليح بقول صدني صدح يقول أنتي كتاب كيسة مطبوع هذا صدح مجلد لقو ضابعي العالم المشهور في فوائد فضائل الأيام والشهور مجلد كلابات تضابق طواني سديد أيو كل شيء حديث كان كذا الله حوجي وضعيف لا يسوع الرسول الله مركزه كل حي أو واحد شريء واحد شريء من ماشى كاني وحال تقليدي أبو العباس القرطبي أسوق الدفاعية مالك في المفهم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم مكو حديث كان شرح هاي يؤسون وحديثا أسحينين وأنا حديثا مسلم لقو انتقادي الكاس الله مري انت أوشي مديحة الكلب أيو حكسو قوري لأنه كاسا متقدم اللح بقل صدن يصدح كنوه اللح بقل كنتني اللح وحيك الله ضمي تقريبا لباتان سنوه وحكوله دي سكبض نايم بقى حديث كان وحديث آدي آدو علوس مرقى كوبات منك اللي يدهدو سعد بن سعيد حديث كان وحققاتي لباطن يسقال راوي باققات أكثرهم حفاظ أئمة أثبات مسلم حسكا قاب سعد إسماعيل بن جعفر إيو ابن نمير الهمداني إيو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي وسكو قاب سعد لكن رقى كوري حديث كا من كاني ولباطن يسقال سيد حفاظ الشيخين أكثرهم أئمة أثبات وهذا مما يقوي عند أهل العلم حديث الرجل حديث الرجل شواهد يسو لبي الطبن شاهد بوله أي حديثكم لبي الطبن شاهد كل جد وحافل جليه الشيخين كهل صحة وضعفا ابن ملقن في تخريج أحاديث المهذب خلاصتنا وحقوق ياني البدر المدير بتكفي كرتان أنت وحدير حديثك حديث علوس والسكوها ايه شرف الدين الدمياطي اعلم الناس بالانساب في زمنه وهو اقران لي هاي مزي يرقي سيبه اقران لي هاي جزء قوني وكقر حديثك كتاب قوني وكألف طرق ويزي وحي لغا الشيغي هي شواهديس يمدحت الكلب النمبة الهي قصة لذي ليلة علاودي صلاح الدين العلائي صلاح الدين العلائي با كتاب قري وكرة دنيا كلية ابن دحية الكلب أبو الخطاب وحو شيغي وكل شيء في العالم المشهور رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال بكتاب ومطبوع أخرية سود جيستا نين كان رسوه ورقة هيلي كرين قدرة ميش وحلو دري جري كسود جي انت هنا فاندين بيلتا ومن الغرائب الحافظ صلاح الدين العلاء الشافعي الأشعري بحثك آذو قيم بدنا ميش وكل شيغي وحاق خلاسي ابن القيم الحنبلي في تهذيب السنن هل حرف كما تجد تهذيب كقص وقال بحث جيسي ومن الطيرنا يا صقة لكن وحوك كيني بحث جيس صلاح الدين العلائي ومحبوب سكت تجين وزاد عليه نكتا وفوائد بكود نكت فوائد بكود دري صدرت المحقق وحور دار عن الفوائد والمؤلف صادر عن كتابي علاء الدين صلاح الدين العلائي ورنتي مركب منك محقق ورنتي مركا علم ديري بحثي أضقي بدن باكوجر ما كان صوق قابل أحمد وحوجي صح حديث في هذا الباب وحديث ثوبان مولى رسول الله وسنن وكلاء حديث كان ثوبان وحديث كنا سايو حجزت في السنن وحجزت أحمد أويل وأصح حديث في هذا الباب وأنا حديثك صحيح أبو حاتم الرازي بعلك الويدي وصحيح بوري إنه صحيح يا لي أو لوجن سحدي وإصدامان هاي الإمام نرجب في اللطائف قعد إما لك لا بكو شرحي كذلك على ودين نقول شيء سونا مركة حديثك الثوبان هي حديثك جابر بقول حب من الأحاديث الشاهد كو حديث أبي أيوب حديث أبي أيوب
أي ما بنبغى مرك حديثك كهذا شيء دار قدنا أسوي عيل كيسة وفاهية طرق سؤاد وها الله مجلد رقم كن يسقال وتكفيرين كرتان ابن أبي حاتمنا وحتكفيرين كرتان تضوب غلافتني أفر لا تضوب غلافتني شن أسوي كغالي حديثك واحد صحيح عند الجمهور بلا نزاع علل كأوش شيء إنك اللي يداه ذو من دحت الكلبنا هل كفيري إذن كنا وذلك جزغان يأسوك في الأباطيل وسح المشاهير والمناكير وحجيري حديث صحيح احتج به مسلم فقبل بطريقة مركب مرة هي حسود دو ينك اللي إذا ملقن إنو السردي حفاد حديثك صحيح يا لي مركب رأيك مسلم ومريو حديثك وحجيستي بان لحيك بلان هوش أحمد أوش يقول حديثك الثوبان إيا متكن متكن الثوبان باك صحيح سان ووارد ووارد محواردو يا هاي من كان سعد وكلاش حديثك طبعا سندك سكومتشرو لأنه سوى سندك سأدبو إحيوك بدن ياي لكن تفصيل كان أوقب واللفظي جاي مطنقة حديثك طبعا كومتشرو أسوق حكوك أبصدي إنتا نلحت الشوال والله صوما كلي جيت فضق أي ليدة هاي وتفصيل كان إنك الصومك الصومة كدمنا إنتا الراعية ساسو كسيام الدهري سدا عمرنا ما يسترو مركب فافا إنتاسي هل كأقول لابد أما تلخيص من القيم تهذيب الصنم كوكجرا مجلد كلابات بقول لباتني سيد بالكفيرين كرتان العالم المشهور ضاهي ستان وآخرين كرتان سلا آخرية بحث حديثية مصطلحة فقية أصول فربضان بوجودات كوكيني أدبو قيمة بضان ياي حديثك على التحال أما هو صحيح بانفراده أما هو صحيح بشواهده أما هو من بابه الانتقاء من حديث الرجل الضعيف مما ما علم أنه حفظ وأتقن وأتقنه مركا سدان بينو مرينا باب فض اذا هل قد دال هدي لو قد دال هينا بشا شوال او دن باد كسومي كرتان قصب ما اها ان دبا دغتان او مالك عيد مالك خيغه باد كدغتا 10 ك دخال كدغان كرتان 10 ك دن باد كدغان كرتان 10 ك خورات كدغان كرتان واد قيبين كرتان هل باطل بدو سومي كرتان لكن ان لحيريو او لخي ودو سوتو oo toban koor la geeliyo ayaa ka fiican in dib loo dhigo dibdhigu wax badan baa kugu iman kara waa daali kartaa waa halmaami kartaa waxa kugu iman kara shayga marka maanta aad qaban kartana dib loo ma dhigo laakiin ala wajin aan dadka lagu qoonsanayn ummada aan lagu duraynin xagana aan muujinayn in loo arko shawaal lixdeedu inay waajib tahay waa inay tahay sidii aan hawshi malik meesha uga soo bixin baabu fadli laylatil qadr wal hath ala talabiha وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها ليتقدر كما يقولون ما أقول لك نامسه يا هلا بين ليتقدر كما يقولون الله سبحانه وتعالى أعلم.